موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب فتح المجيد، وكنا قد وصلنا إلى باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وتكلمنا عن هذه الآية العظيمة وما فيها من الفوائد والضوابط، وكيف توضح منهج الدعوة إلى الله عز وجل ومنهج الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. إضافة كل هذه سبيلي، كما ذكرنا قل لهم يا محمد صلوات الله وسلامه عليه: هذه سبيلي، طريقتي التي أنا عليها وأوحاها إلي رب العالمين عز وجل وكلفني بها، أنني أدعو إلى الله عز وجل على بصيرة أنا ومن اتبعني ومن سار على ضربي واتبع هدي وسنتي. انتبه معي، فلذلك لابد أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة وعلم. وسبحان الله تنزيه وما أنا من المشركين، براءة من الشرك وأهله كما وضحنا ذلك. وإضافة الدعوة إلى الله عز وجل، أدعو إلى الله، إضافة الدعوة إلى الله كما قال أهل العلم تستلزم ثلاثة أشياء: تستلزم أن تكون الدعوة ربانية في مصدرها، وربانية في وسائلها، وربانية في أهدافها. ربانية في مصدرها بأن تكون الدعوة إلى الله عز وجل دعوة إلى الوحي المنزل، إلى الكتاب والسنة، هو المصدر والأساس الذي يستقى منه الدين. فالداعية يجب عليه أن يدعو إلى الله عز وجل، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون دعوته منطلقة من الكتاب والسنة، من الوحي المنزل. انتبه معي، هو الأصل والأساس، الوحي هو الأصل والأساس، وليس كلام الأشخاص ولا يعني غيرهم، إنما تنطلق من الوحي. فأي دعوة لا تنطلق من الوحي المنزل هي دعوة غير ربانية. الدعوة الربانية ربانية في مصدرها بأن تكون دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي تعبدنا الله عز وجل به: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكروا، ثم جعلناكم على شريعة من الأمر جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إلى آخر الآيات والأدلة التي تبين أن الواجب علينا أن نعود إلى الوحي المنزل قرآنا وسنة، نستقي منه ديننا وكل ما ندعو الناس إليه، ونلتزم به أصولا وفروع، عقائد وأعمال وأخلاق، كله يؤخذ من الكتاب والسنة، ويرد النزاع إلى القرآن والسنة، رد النزاع إلى القرآن والسنة. إذا تنازع الناس في شيء الفيصل بينهم ما قامت عليه أدلة القرآن والسنة. هذا هو الحق الذي ينبغي أن يلتزموا به، وهذا هو الحكم، الحكم بينهم فيما اختلفوا فيه: كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربانية المصدر، ربانية الوسائل، تكون دعوة ربانية في وسائلها، أي إما أن تكون هذه الوسائل مشروعة نص الشرع عليها كالدعوة إلى الله، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالضوابط الشرعية، كالجهاد بضوابطه الشرعية، انتبه معي، أو وسائل لا تخالف شرعا، لا تخالف شرعا في الدعوة إلى الله عز وجل، تنضبط بضوابط الشريعة، تنضبط بضوابط، ليست وسائل مخالفة ولا محرمة ولا باطلة، لا، إنما وسائل مشروعة منضبطة بضوابط الشريعة، إما أن يكون الشرع قد نص عليها، وإما أن يكون الشرع لا يعارضها،
ولا يخالفها، لأن كل ما خالف الوحيين فهو رد بغير ميل. كذلك أن تكون ربانية في أهدافها، في أهدافها تسعى إلى رضا الله عز وجل أولا، ثم تعبيد الخلق للخالق، ليست يعني أهداف خاصة ولا لمصالح خاصة، ولا لينال الإنسان حظوة، ولا لينال الإنسان مكانة، ولا ليصل الناس إلى، إلا إذا كان يقصدون من الحب إقامة شرع الله ودينه وعبودية رب العالمين. تسعى إلى تعبيد الخلق للخالق، تسعى إلى رضا الرب جل وعلا، أهدافها ربانية، أهدافها ربانية. فإذا ما كانت الدعوة ربانية في مصدرها، ربانية في وسائلها، ربانية في أهدافها، كانت دعوة مباركة موفقة ومسددة. وهذا يؤخذ من إضافة الدعوة إلى الله، أدعو إلى الله، انتبه معي، يستلزم هذه المعاني أو هذه الأقسام الثلاث. إلى شرحنا هذا، ثم وصلنا إلى قول المصنف في كتاب التوحيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. قال الحافظ، أخرجاه البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى، قال الحافظ أي ابن حجر رحمة الله عليه: كان بعث معاذ إلى اليمن 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره المصنف يعني البخاري. هنا ما بيتكلم مصنف البخاري، لأنه يقول هذا الكلام في فتح الباري في بشرح صحيح البخاري. فهو يقول الحافظ ابن حجر إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى أهل اليمن 10 من الهجرة قبل حجة الوداع. انتبه معي، قبل حجة الوداع. يقول بقى ذكر ذلك المصنف يعني الإمام البخاري في أواخر المغازي، كتاب المغازي يعني من صحيح البخاري، وقيل كان ذلك في آخر 9 عند منصرفه صلى الله عليه وسلم من تبوك، أي عندما انصرف من غزوة تبوك، بعدما انصرف آخر 9. يعني إذا قول إن دي كان بعث معاذ كان 10، وقول آخر إن ده في آخر 9 بعد انصراف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. يقول: رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك، وأخرجه ابن سعد في الطبقات عن، واتفقوا على أنه لم يزل على اليمن أي معاذ إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، يعني ظل في اليمن عليها واليا إلى أن قدم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ثم توجه إلى الشام فمات بها. معلوم أن سيدنا معاذ رضي الله تعالى عنه مات في الشام، في الطاعون في الشام، صلب الطاعون ومات فيه. ومعاذ مناقبه كثيرة رضي الله تعالى عنه، هو إمام العلماء وأعلم الأمة بالحلال والحرام، يحشر يوم القيامة أمام العلماء برتوة، قيل خطوة قيل ميلا قيل غير ذلك يعني. فهو إمام علماء أمة محمد وأعلمهم بالحلال والحرام رضي الله تعالى عنه. قال شيخ الإسلام: ومن فضائل معاذ، شيخ الإسلام بقى ابن تيمية، خد بالك حينما يطلق شيخ الإسلام يبقى ابن تيمية، يطلق الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. من فضائل معاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن مبلغا عنه، أي عن رسول صلى الله عليه وسلم، ينوب عنه في التبليغ، في البلاغ، في إيصال الحق إليهم، في إقامة الحجة عليهم، ومفقها ومعلما وحاكما. انتبه معي، مبلغا مفقها بين لهم الحلال والحرام وفقهم في الدين، ومعلما وحاكما.
قوله إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، لو قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لمعاذ، قال القرطبي يعني به ملك يعني أهل الكتاب مين؟ اليهود والنصارى، يعني بهم اليهود والنصارى. تأتي قوما اللي هم اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب أو أغلب. في اليمن كانت بخلاف الجزيرة، وسط شبه الجزيرة العربية، إن الغالب في شبه الجزيرة في وسطها المشركون أكثر، كان موجود نصارى في نجران، واليهود كانوا موجودين بالمدينة وبعض كده أماكن، لكن الغالب كان على حال أهل الجزيرة عباد الأصنام. اليمن كان الغالب عليها من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ماشي. وإنما نبهه على هذا، يعني إنك تأتي قوما أهل كتاب، انظر يقول إنما نبهه على هذا ليه؟ يعني قال له أنت ما كده كده هيدعوهم سواء كانوا أهل كتاب أو عباد أوثان، هيدعوهم إلى لا إله إلا الله، لأن كل هؤلاء ملك في حكم الإسلام كفار، لا بد من أن يسلموا. لكن ليه طيب ليه نبهه هذا التنبيه؟ قال انتبه معي، ليتهيأ لمناظرتهم، لأن عباد الأصنام حججهم أو خال ما فيش، أما ده يبقى عندهم بقايا من جدال، شبهات كثيرة جدا انحرفوا بسببها. فقال له إنك تأتي قوما أهل الكتاب ليتهيأ لمناظرتهم، ليعد العدة، ليراجع مادته العلمية، ليتهيأ حتى لا يأتي يكلمهم، فبدلا من أن يقيم الحجة على الحق يخزن الحق. انتبه معي، هذه مهمة، أن تعرف حال من ستدعوه، أن تعرف حال من ستكلمه. انتبه معي، لابد لك من ذلك. لماذا؟ لأن الناس متفاوتون في تفكيرهم، في عقولهم، فيما يطرحون من شبهات. انتبه معي، فلا بد لك أن تكون على علم بحال من تدعوه إلى الله عز وجل، حتى تتهيأ لتفنيد شبهاته وبيان الحق له، ولا يؤتى الحق من قبلك. هتدعو معطل في الصفات وتتكلم في الصفات أو راجل من أهل الكلام، يبقى لابد أن تكون لديك القدرة والحصيلة التي تمكنك من تفنيد شبهاته، تكون على علم بمنهج أهل الكلام والانحرافات التي عندهم والردود عليها ومكامن والشبهات بتاعتهم ايه بالضبط. طيب واحد ده واحد قبوري يصرف العبادة لغير الله، يبقى لابد ان تكون عالما بشبهات القبوريين، سواء في مفهوم لا اله الا الله، في الشرك، في دعاء غير الله. هيقول لك ان الرسول حي في قبره صلى الله عليه وسلم، ازاي وحياة؟ يبقى عندك الادلة والرد على هذا الكلام وبيان خبالك وتوضيحي. هقول لك انك يبقى عندك قدرة متهيئ، ده داعية ليه؟ اللي عايز يعمل لدين الله عز وجل على حق وعلى بصيرة، ولذي سبيل الله على بصيرة، اللي عايز يتبع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. اما ان انا بدعو كده لكن لا 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 احصل لا لا اتحصن علميا ولا احصل ولا اتسلح بالعلم الشرعي الذي تؤدى به الواجبات وتدرأ به الشبهات، ولا اتعرف على حال من ادعو اليه، ولا انت ستكون سبب في خذلان الحق وتمكين الباطل. وللاسف هذا يحدث، يجي الواحد يتكلم كده يروح ده كده يطرح شبهات وده مش عارف ترد، فتكون سببا في يعني خذلان الحق، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا، لابد ان تتهيأ. زي شوف النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر اهل العلم ان هذه النقطه اللطيفه خاصه، قال له انك تاتي قوما، قالك انت يعني انتبه، لديهم من الشبهات ما ليس لدى مشرك العرب، شبهاتهم ستكون مختلفه عن شبهات مشرك العرب، فتهيأ لذلك وتجهز حتى تتمكن من تفنيد هذه الشبهات وإظهار الحق لهم بأدلته. وقال الحافظ: هو كالتوطئة للوصية
ليجمع همته عليها، يعني زي بيوطئ بقى للكلام اللي يقولوا له عشان يجمع همته على، يركز في المهمة التي كلف بها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجمع همته وتفكيره ويرتب مسائله وأدلته ويهيئ نفسه ويضبط أمره ويكون عنده جاهزية في الدعوة إلى الله عز وجل ولمناظرة القوم ولتفنيد شبهاتهم. لذلك نبهه النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، قوله فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. طبعا شهادة أن لا إله إلا الله شهادة هنا مرفوعة على أنها اسم إيه؟ ها اسم يكن. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادته، فيبقى أول خبر مقدم، فليكن أول ما تدعوهم إليه، أول منصوب خبر مقدم، المعلوم أن كان وأخواتها ترفع اسمها أو ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، فهنا في تقديم وتأخير. أول خبر فليكن أو تكن ده إيه منصوب، وشهادة أن لا إله إلا الله أي فلتكن شهادته أن لا إله إلا الله أول ما تدعوهم إليه، أول ما تدعوهم إليه. قوله وفي رواية يجوز طبعا العكس، ماشي بأول وشهادته يعني ترفع يجوز، والمعنى يحتمل. أول لو أنت تبع معي رفعت بها المبتدأ، يعني أول ما تبدأ به شهادة أن لا إله إلا الله، أول ما تبدأ به دعوته، أول ما تبدأ به إيه؟ دعوته. قوله وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، تبع معي دي رواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، رواية ثابتة موجودة، أن يوحدوا الله أهو، أو أول إلى أول أن يوحدوا الله، وهي نص في وجوب البدء بالتوحيد، في وجوب البدء في الإيه؟ في التوحيد، في الدعوة إلى الله عز وجل. وطبعا دي مسألة مش بس النص ده، لا الأدلة كلها منطهضة على أن أول ما ينبغي أن يبدأ به في الدعوة إلى الله عز وجل التوحيد. لماذا؟ لأنه حق الله عز وجل الأعظم على عباده، لا يشارك فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل، حق الله الأعظم، وأعظم الحقوق على العباد حق الله الذي خلقهم جل وعلا، فده الحق. ثانيا أن التوحيد هو الغاية التي خلقنا من أجلها، ليعبدوا ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون كما في التفسير. انتبه معي، الأنبياء جميعا عليهم صلوات الله وسلام بدأوا بالتوحيد جميعهم، كما في كتاب الله عز وجل بدأ قومه اعبدوا الله ما لكم من إله غير، اعبدوا الله ما لكم من إله غير، فده أول ما بدأ به الأنبياء، ده شرع التوحيد أصل الدين وأساسه، لا يستقيم الدين إلا بالعقيدة الصحيحة إلا بالتوحيد. التوحيد شرط دخول الجنة لأنها حرام على المشركين كما نص القرآن على ذلك. التوحيد أثقل شيء في ميزان العبد، التوحيد أعظم المعروف، مقتضى إنعام الله على خلقه، إلى آخر الأدلة التي تفيد وجوب البدء بالتوحيد. تبع معي، وهذا نص في محل النزاع كما يقولون في كتاب. وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني إيه الرواية الثانية دي فسرت ها شهادة أن لا إله إلا الله وأن معناها توحيد إيه؟ توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه اللي هو الركنين كما سيأتي ذلك كمفصلا بإذن الله في بيان لا إله إلا الله شروطها. انتبه معي، ركنات تشتمل على ركنين، نفي وإثبات، نفي الألوهية عن كل ما سوى الله عز وجل، العبودية إثباتها لله رب العالمين لأنها حق الله عز وجل وحده لا يستحقها غيره، والبراءة مما ينافي ذلك. تبع طيب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة، يقول وأخبرك وفي رواية أخرى فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، عبادة الله. تبع معي، ودي برضو معنى إيه؟ توحيد الله عز وجل.
وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، اللي هي مذكور في القرآن في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. يكفر بالطاغوت يعني يتبرأ ها ويمتنع العباد عن كل ما سوى الله عز وجل، اللي هي ركن الايه؟ لا اله الا الله. ها ركن ايه؟ النفي. انا عايزك تاخد بالك معايا، ما هو لا اله الا الله، لا اله ده نفي، والتقدير المحذوف حق وليس موجود كما يقول النحاة، حق لا اله يعني لا معبود بحق الا الله، يعني وده لا النفي ده اللي هو البراءة من ده يساوي قول الله فمن يكفر بالطاغوت، الطاغوت كل ما عبد من دون الله كما سيأتي هذا، ويؤمن بالله ده التوحيد، يفرد الله بالتوحيد والعبادة. تبع معي ده الإثبات، ده الإثبات. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، العروة الوثقى لا إله إلا الله، زي ما دعوة الحق لا إله إلا الله، زي ما العاصمة لا إله تعصم الدم والمال لا إله إلا الله، زي ما الشجرة الطيبة التي أصلها ثابت وفرها في السماء لا إله إلا الله، كلمة طيبة لا إله إلا الله، أخبرك المنجية لا إله إلا الله، تبين مع كلمة التقوى لا إله إلا الله، كانوا حقا بها ولا لا إله إلا الله، كما يعني إيه يعني لكم أن تقرأوا في لا إله إلا الله كتاب هو الكلمة المقدسة للشيخ محمد صلى الله عليه وسلم، كله في لا إله إلا الله في فضائلها ومعناها ونحو ذلك. طيب، والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله، وفي رواية للبخاري فقال ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، كلها تدور البدء بالتوحيد الذي هو إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك. قلت الشارح يقول قلت لابد في شهادة أن لا إله إلا الله من 7 شروط لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. انتبه هنا، 7 شروط لابد من ايه؟ ها قال لا تنفع قائلها، ركز في هذا، يعني الشروط دي شروط ايه؟ انتفاع في الآخرة. ما قالش بقى لا يثبت الإسلام له ها حتى يأتي بها، كما تفعل ذلك الجماعات المنحرفة اليوم، توقف التباين القطبيون واهل الضلال الذين يكفرون المسلمين. انتبه معي، لا ما يجعلون هذه الشروط شرطا في صحه الاسلام، في صحه، وده كلام باطل يخالف الادله، لا دي شروط الدفاع في الاخره، اغلبها شروط قلبيه. فضل النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالاسلام بمجرد قول لا اله الا الله، كما في حديث اسامه، كما في حديث اسامه بن زيد، رجل قال لا إله إلا الله قتله أسامة، ماذا فعل النبي معه صلى الله عليه وسلم؟ قال ما تفعل بلا إله إلا الله. انتبه معي، حتى أنه تمنى أن العلماء قالوا في دليل أنه يثبت العقد الإسلام بإيه؟ بمجرد نطق إيه؟ الشهادتين. ولذلك شوف يعني بل وما في معناهما، يعني مش بس وما في معناها، زي اللي قالوا صبأنا صبأنا لخالد بن الوليد فقتلهم، وكانوا يقصدون بصبأنا أسلمنا، لأنه كان يقال في عرفهم على من أسلم صبأ، وداهم رسول الله دفع لهم الدية الرسول صلى الله عليه وسلم. انتبه معي، وقال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، وحكم لهم بالإسلام، والإجماع انعقد على هذا. ففي شروط زائدة، إنما دي شروط انتفاع في الآخرة، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها، زي ما يقول حافظ حكمي في سلم الوصول: العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه. هي دي إيه؟ العلم المنافي للإيه؟ للجهل. العلم بمعناها نفيا وإثباتا، العلم المقصود هنا إيه؟ العلم بمعناها نفيا وإثباتا. اليقين المنافي للشك ثم لم يرتاب، لأن الشك كفر. تبع معي، اليقين المنافي للشهادات، تفصيل شرحها في اللي جاي إن شاء الله، بس بصورة سريعة. القبول المنافي للرد، أن يستجيب لا يرد شيئا مما شرع الله أو ثبت في ديني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، إنما لابد أن يذعن. تبع معي، الانقياد المنافي للطرد. انتبه هنا، العبارة تحتاج إلى ضبط كما بين العلماء. الترك نوعان: ترك ظاهر وترك الانقياد، ترك
وذلك بعض أهل العلم قالوا لا، الانقياد المنافي للإباء، للإباء والاستكبار، نسأل الله العفو والعافية. ليه؟ لأن الترك الظاهر غير الترك الباطن. يعني إذا خلى الإنسان عن الانقياد الظاهر تبقى معصية، تبقى معصية، لكن لو خلى عن انقياد القلب يبقى كفر. وده الفرق بين معصية آدم عليه السلام ومعصية إبليس. معصية آدم ليست كفرا لأنها ترك ظاهر مش ترك القلب. لذلك قال ربنا ظلمنا أنفسنا وتاب إلى الله وأقر. أما معصية إبليس ترك الانقياد الباطن، أبى واستكبر وكان من إيه؟ من الكافرين، فكفر. عشان كده ما انسلخ منها، شايف إنه ما ينفعش يسجد، أبى واستكبر والعياذ بالله تبارك وتعالى. فماشي بعض العلم ضبطها الانقياد المنافي للإباء. أبى، انتبه معي، الإخلاص المنافي للشرك، أن يتوجه إلى الله عز وجل بها وبكل ما جاءت به. انتبه معي، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الصدق المنافي للكذب، أن يكون ظاهرك باطنه، لو خالف الباطن الظاهر دخل في النفاق، نسأل الله العفو والعافية. إنما الظاهر كالباطن. المحبة المنافية لضدها، محبة كاملة بقى، محبة الله ورسوله والمؤمنين، وحب ما شرع الله تبارك وتعالى، محبة ما شرع الله عز وجل. لأن لو أبغض شرع الله، أو أبغض أحد رسل الله، أو غير، هذا كفر، أو ملك ملك ملائكة إلى آخره. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم إلى آخره. هذه الشروط كما ذكرت شروط إيه؟ انتفاع، وليس شروط صحة عقد الإيه؟ الإسلام. تمام معي، يبقى شروط انتفاع ليس شروط صحة في صحة عقد الإيه؟ الإسلام. طيب، وبعض، هل الشروط بقى منحصرة في السبعة دول؟ لا، كل عمل قلبي أصله ماشي شرط في الانتفاع، لأن انتفاء شرط انتفاء أصل عمل القلب، يعني كفر والعياذ بالله، أصل المحبة، أصل التوكل، أصل الخوف، كل ده يعتبر شروط. يعني كل العبادات القلبية ماشي أصله يعتبر إيه؟ ها، شرط. خد بالك أنت زفت، واضح؟ طيب، يقول وفيه دليل. طبعا معلوم ان المطلوب في هذه الشروط ليس مجرد الحفظ والاستظهار، كما يقول حافظ احمد حكمي رحمه الله. يعني مش المطلوب فيها انك تحفظها تجري فيها كالسهل ومذاكرها وبادلتها، ده مطلوب، ايوه، وده اساس لابد منه في العلم، لكن عشان تنتفع يعني ممكن تبقى كده وما تنتفعش. ليه؟ لان المطلوب الاصلي تحقيقها، تحقيقها يعني تحققها في قلبك وعملك، تحقق شرط المحبة تماما لله ورسوله والمؤمنين، تكون محبتك تابعة لمحبة الله. تبه معي، تحبه وحبه الله وتبغض ما يبغضه الله، يكون علمك بهذا ملأ أركان قلبك بها، انقيادك، استقامتك، استجابتك لله ورسوله. تبه معي، تحقق هذا. ولذلك قال حكم رحمه الله كلمة جميلة جدا، يقول لك فكم ممن يجري فيها كالسهل يحفظه ولم يأتي بشيء منها، حظه منها الكلام بس. ودي أمر خطير جدا، أن يكون حظك من القرآن الحفظ والتلاوة باللسان، أن يكون حظك من السنة اللسان، حظك من العلم الشرعي اللسان، أما القلب ف كأن المطلوب منك الكلام بقى أو لا، ده أمر كارثي. لا تنتفع، ينبغي أن يكون حظك العمل، العمل. تبه معي، بما تعلم تكون أوفر حظا، أوفر الناس حظا بذلك، لأن العلم والعمل ده الهدى، علم غير عمل ده شأن المغضوب عليهم. تبه، الهدى اللي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم علم وعمل، كما يقول ابن القيم وغيره من العلماء، علم فقط من غير عمل ده شأن المغضوب عليه، عمل بغير علم ده شأن الضالين، عبادة بجهل، نسأل الله السلامة والعافية. لازم علم مع عمل. قال فقد تجد، تبه، من يجري فيها كالسهل لا يأتي بشيء منها. وفي الشروط دي
وقد تجد رجلا لا يحفظها بل قد لا يعرفها وقد أتى بها على أكمل وجه من اليقين والتوكل والانقياد والإخلاص والمحبة. تمام، فده أمر مهم جدا إن احنا ننتبه إليه. التوحيد يا جماعة مش مجرد إيه بنحفظ مسائل لا، دي المسألة والإيه بعد ما نتعلمها نسعى في تحقيقها في قلوبنا، تملأ القلب ثم تظهر على 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 الظاهر بالاستقامة بالاستجابة لله ولرسوله. انتبهوا، لو أن ودي الإشكالية اللي احنا نسعى مع أنفسنا وغيرنا بها. لو نجحنا في حل هذه الإشكالية تحقيق التوحيد قولا وعملا يتغير حال أمة الإسلام خلاص، تحل جميع أزماتنا، يتحقق لنا موعود الله عز وجل. لو أننا حققنا التوحيد قولا وعملا ظفرنا بخيري الدنيا والآخرة، وهذا ما يعني فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع أصحابه لما رباه على العقيدة الصحيحة وحققوها قولا وعملا، ها سادوا الدنيا وملكوها وأعزهم الله فيها ونالوا السعادة الأخروية رضوان الله عليهم. وده اللي احنا المفروض نجتهد فيه مع أنفسنا مع إخواننا مع الشباب كبير صغير، كيف نحقق التوحيد، كيف يملأ جنبات القلب ويظهر على ظاهر الإنسان. طيب، يقول فيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب. نعم، أمر بادئ. موطن الشاهد في النص ده لما جابه هنا الشيخ ملك الشيخ ذكره في هذا الباب، باب الدعاء إلى لا إله إلا الله، إن ده في دليل هو أول ما تدعوه إيه دل على أن أول واجب هو إيه التوحيد. تبع معي، ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل كل رسول بدا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال نوح ألا تعبدوا إلا الله، وفي معنى لا إله إلا الله مطابقة طبعا. قال شيخ الإسلام أي ابن تيمية وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا. نعم، الكافر بالنداء إلى الله صار مسلما، العدو صار وليا، لأن العداوة المولاة والمعاداة فين؟ ها؟ في, 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 في الله وفي العقيدة. فلما قال لا إله إلا الله تحول من عدو إلى ولي، خلاص دخل في دائرة الولاية. تبع معي، والمباح دم وماله معصوم الدم والمال، لأن لا إله إلا الله عاصمة تعصم الدم والمال. تبع معي، حتى من قال نفاقا، هم المنافقين حصل معهم ايه؟ انتفعوا بلاد الله في الدنيا، عصمت ايه؟ دماءهم ايه؟ واموالهم واعراضهم، وجرت عليهم احكام الاسلام الظاهره في الدنيا، مع انهم في الاخره ها في الدرك الاسفل من النار. ده النفاق الاعتقادي. ليه؟ لانهم ضيعوا شروط لا اله الا الله كلها فلم ينتفعوا بها، انما انتفعوا بالدنيا. عصمت دمه وماله، واجرت عليهم احكام الاسلام الظاهره من النكاح والإرث في الدنيا، لكنهم في الآخرة عشان كده بيقول شروط الذي شروط ايه انتفاع، شروط ايه انتفاع. انتبهوا. طيب، وده رد على مين الكلام بتاع شيخ الإسلام ده للاتفاق وعلم بالاضطرار؟ رد على مين؟ ها تقدروش معانا، ما قراتوش كلامنا في اللي ردنا على الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وكأهل الكلام كله اللي بيقولوا أول واجب على الناس هي النظر أو القصد إلى النظر أو المعرفة أو الشك؟ كلام باطل. أول واجب التوحيد، أول واجب لا إله إلا الله، هذا الذي دعت إليه الرسل عليهم صلوات الله وسلامه. انتبه معي. طيب، قال وأما إذا لم يتكلم بها
مع القدرة، شوفوا له معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان. يعني إن كان لا إله إلا الله بلسانه دون قلبه ده كده إيه؟ الإسلام. بس ما لم يدخل إيمان في قلب، عصم الدم ومال، طب من قلبه ولسانه دخل في دائرة الإيمان. قال: وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر. يبقى ده رد على مين؟ على المرجئة اللي بيقول الإيمان التصديق لا ونطق الشهادتين ركن. طب يبقى ركن الشهادتين واعتقاد القلب بس، ها ده عقيدة مين ديت في الإيمان؟ المرجئة. مرجئة لا، مش كرامية دي، كرامية قول لسان فقط. أنا بقول قول لسان واعتقاد القلب، دي مرجئة الإيه؟ الفقهاء. لا، العمل كذلك داخل في مسمى الإيمان، قول وعمل يزيد وينقص. واضح؟ طيب. وأما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفيه، أي في هذا الحديث، أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرف ولا يعمل إيه به. قد يبقى عالم يحفظ الفقه بمسائله، أو المذهب الفلاني بمسائله، أو مسائل مش عارف كذا ولا يعرف إيه معنى لا إله إلا الله، طب معي. وقد يعرف ولا يعمل به. بيعلق الشرح إليه: قلت فما أكثر هؤلاء لا كثرهم الله تعالى. ما أكثر من تجده حافظا لكتاب الله فقط وما عندوش علم بالتوحيد، وعشان كده لازم نعلم الولاد التوحيد والعقيدة، حافظا للفقه مثلا. كان في علماء كبار وعقائدهم منحرفة كلامية أو صوفية، وانت بترى هذا اليوم وهو أستاذ لأصول الفقه، أستاذ للفقه وأحفظ الأقوال والمذاهب وتبع معي ويجهل إيه ويقول لك المقصود من التوحيد الربوبية، يعني كلامه زي كلام مين؟ ها مشرك العرب، ويسوغ الشرك ويبرره للعوام والطوام، عياذا بك اللهم. عشان كده بقول لك هؤلاء ما اكثرهم، لان معظم علماء الكلام الذين ينهجون المنهج الكلامي والمنهج الصوفي كذلك، فعشان كده لا كثر الله منهم، لان هؤلاء في الحقيقه أئمة ضلال، قطاع طريق إلى الله عز وجل في الحقيقة، يلبسون ثوب العلماء وهم في الحقيقة جهلاء. لأن إذا كنت لا تعرف ربك حق المعرفة فما الفائدة من علمك؟ انتبه، ده أصل المعرفة أساسه. قل للمبتغي أو قل قل يبتغي علما أو قل يقول لا ماشي، تطلب الفرع كي تصحح اصلا كيف اغفلت. كل من يطلب علما ماشي، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب فرعا كي تصحح اصلا كيف اغفلت علم اصل الاصول. ازاي اصل الاصول؟ التوحيد الاساس، العقيده. لانك كيف تقف تصلي لربك عز وجل وأنت لا تعرفه بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته؟ كما يقول أحد أهل العلم: تعبد مجهولا، هل ده يستقيم؟ تعرف ربك. عشان كده أول ما ينبغي على السالك إلى الله عز وجل أن يبدأ به بالتوحيد. انتبه معي، قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. في أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين، طبعا أعظم الأعمال الظاهرة. دل الحديث على أن العقيدة الأساس، وعلى أن الصلاة هي أعظم الإيه؟ الأعمال الإيه؟ الظاهرة. قال النووي: ما معناه؟ إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن يكونوا مخاطبين بها. يعني إيه الحتة ديت؟ احنا بنقول دايما نقعد لما نيجي نشرح في الفقه ونقول ايه شرط الصلاه؟ الاسلام. نقول لا يا جماعه، ده شرط ايه؟ ها
شرط، لا شرط صحة وليس شرط وجوب مثلا. ليه يا جماعة؟ المسألة المشهورة ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا، وفيها خلاف، ويقول الراجح انهم مخاطبون بفروع الايه. انتبه معي، الخلاف ده في الحقيقة خلاف لفظي بين اللي نفى واثبته. اللي نفوا قالوا مش مخاطبين، قالوا انها لا تصح منهم، يعني لو اتوا بها في الدنيا من غير لا اله الا الله، من غير الاسلام ايه ما تصح، لان كل عمل مع الكفر حابط. واللي قالوا انهم مخاطبون ما قصدوش انهم ايه لو اتوا بها في الدنيا صحت، لا، قصدوا انهم ايه الخطاب فين؟ اي سيحاسبون عليها في الاخره. ولذلك حتى الايات تشير الى هذا، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب. عشان كده كفار اهو، ما هو التكذيب بيوم الدين كفر، التكذيب بيوم الدين ايه؟ ومع ذلك حسبوا في النار على ايه؟ على الصلاه، اهو بنص الايه. وده امر الراجح، لانه اذا كانوا مطالبون بالاصل الدين مطالبون بفروع الدين، مطالبون في الدين باصل الدين وفروع. فالخطاب هنا ما فيش كلام، ما فيش فيه تعارض، عشان كده يحتاج بس لتحرير موطن النزاع. ولذلك اشار الى ذلك النووي في مجموعه رحمه الله بكلام جميل واضح، ان خد بالك ان ايه، ان ده يدل ان مطالبين بالفرائض في الدنيا، بس ما تبقاش الا بعد الايه، بعد الاسلام. وده ما يلزم، خد بالك ان ايه ما يلزم، مش معنى ده ان احنا نقول انه مش لا مخاطبين بها، بس عشان يعاقبوا فين؟ ويزاد في عذابهم اهو بسببها في الاخره. ولذلك قال والصحيح ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه المأمور ايه به والمنهي عنه. يعني ايه بقى المأمور به والمنهي عنه؟ ايه فروع الشريعه؟ انا عايز تفهم عبارات اهل العلم، انا يهمني انك ما تقدر تفهم ده، اهم ما ينبغي في شرح الكتاب. ركز معايا، ايه معنى بقى فروع الشريعه المأمور به والمنهي عنه؟ الواجب والمحرم. ما احنا عندنا الفروع اما مأمورات انت مطالب بالاتيان بها، اتيان بها على وجه الالزام تبقى ايه؟ واجبات. طيب على غير وجه الالزام مستحبات، او منهيات انت مطالب بتركها، على وجه الالزام تبقى ايه؟ محرمات، على غير وجه الالزام مكروهات. فانت مامورها بالامتثال فعلا وترك فعلا، وايه دي اسمها ايه الفروع. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، هو حقيقه انا متعب جدا فزالوا لي. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.